يا جماعة اليوم جينا وصلنا أحد الغرف في أرمينيا، الخالة سوزان. طبعا هاي زبونتنا، كل ما يجيب السواح هنا يأخذ منها فواكه وجب. اليوم راح أشوف لكم شيء غريب. هنا أنا مسوي غسيل، أنا عبالي وصل شيء غاسلة، لكن بصراحة هذا مو غسيل. قمر الدين، سامعين عن القمر الدين؟ هذا قمر الدين. هسه خالة سوزان جينا نشوف ايش كبرها. انا متر وفد 20 سنتي، يعني قمر الدين مار رمان. اوكي؟ اذا يعجبكم هذا الشيء من توصل ارمينيا اتصلوا مرة في الامارات جوا الفيديو اسفل الفيديو. استحقوا الى هذا المكان، او انا اجيبهم او منتزل مرشد سياحي معاهم. اوكي؟ متر في 75 سنتيمتر. اوكي؟ تقدروا تفصلوا منه الشاكيت او قميص ايضا. القمر الدين اللي شفناه قبل قليل شوفت لكم اياه متر ونص بمدري بثلاث امتار ما اعرف اربعة بخمسة، هذا هنا اسلوب تحضير امامنا. احنا اليوم 23 اغسطس من عام 2022، ان بقيت لنا الخالة هنا شجرة مشمش. هذا شجرة خاص للسواح اللي نصطحبهم هنا يجون حتى يتذوقون المشمش من الشجرة مباشرة. هذه انا راح اكلها نيابة عنكم. هذا ايضا قمر الدين، هذا مع المشمش اللي شفناه قبل شوي كان رمان، هذا مع المشمش. طبعا كل الفواكه يعملون منه القمر الدين. مزارع العلم في هضبة قرارات، توقفنا مع السواح راح ننقل قطعات بسيطة من اشجار او مزارع. هذا العنب بعد صغير وما مستوي، وهذه مزارع العنب امامنا هذا الشكل، اشجار صغيره وانواع مختلفه من العنب، هالشكل بشكل خطوط. هذا نوع اخر من العنب. جبال أرارات أمامنا بقمة تيهاها. اليوم وصلنا يم أشجار الكرز، راح نصوركم ثلاث أنواع من الكرز في أرمينيا. الأصفر والأسود وهذا اللون الآخر الخليط أصفر مع أحمر، والأشجار هذا الشجر اللي يحمل الكرز الأصفر، هذا هنا الشجرة التي تحمل الكرز الأسود، هذا الشجرة الأخرى اللي تحمل يبين بشكل أوضح اللونين أحمر مع أصفر، هذا شوية طعمه حامض يكون لكن لذيذ جدا. احنا هذه شجر اخرى لفاكهة الخوخ او الدراب اللي تسموها، اصطحبنا سواحنا. شو رأيكم هذه الجولة حبايب؟ حلوة. احنا شو عندنا؟ هذه شجرة اخرى التفاح، لكن التفاح بعد ما مستوي. حشو لكم وحدة لا هواية مشمش هذا شو مشمش؟ هنا شجرة مشمش عندنا. اتصلوا بينا حتى نستحقكم بمشاهدة الفواكه والأشجار، فواكه طازجة.
صديق رايك ثاني ما في شجرة أخرى كمثر لكن كمثر حمر هنا شجرة الرمان لكن بعد ما حبت لأن وقتها يحتاج بعد يحمجه وهذا أيضا كمثرى لكن هذا الكمثرى العادي الأصفر